بيبا شوفي مين اللي ايه. حاضر يا عمي. مستحيل انا اشوف هذا الثاني شرطة على الصباح. اهلين عمي، كيفك نجيب؟ الله يرضى عليك يا عمي. اهلين عمي، اهلين، خليني اياك. اهلين باحلى صنوحة. مرحبا اخي. اهلين سهلين. خير شبك؟ لك شو شبني؟ ما بيكفي سرقوا الذهبات، ناهبين العريشة كمان، لك شو هذا؟ مال كفار، مال حرام، مو 80 فيه لك اخي. بسيطة اخي بسيطة، العوض بسلامتك وسلامة البنات. ادعي لربك الله يرجع لك نجيب بخير وسلامة. بيعوض الله أخي، بيعوض الله، بيعوض الله. لك خمس عن عيد هدول، خمس عن عيد، يعني خمس براغيث طاروا. عمي نجيبة، شو طابخين اليوم عمي؟ حاكم أنا جوعان وجاي اتغدى عندكم. شو أمرتوا سيدي؟ ما لنا طابخين شي عمي. لا لك عمي، ليش مو طابخين شي؟ لك عمي أنتوا قد ما زعلتوا وقد ما تضايقتوا أمكن ما رح ترجع. عمي أنا في معي نكلتين، إذا عطيناهم للشي حكيم ما بيروح على المقبر بحاكم على أمي بيرجع. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا عمي لا، أمكن هلأ صارت بالجنة عبتاكل موز ولحم وتفاح وشو ما بتشتهي. عمي نجيبة، قومي جيبيلي هالفخد اللي قام أبوك مبارح من الذبيحة، وهاتيلي طنجرة كبيرة خليني أطبخ لكم إياها. قومي عمي قومي. فخدة أبي ساواها قاورما عمي. شو؟ قاورما؟ ايه عمي، صار في عنا جردين مالانين قاورما. لك اخي مازال في عندك قاورما كتير، كنت اطبخ هالفخدة لهالبنات خليهم ياكلوا ويشبعوا. شو امرتوا سيدو؟ اطبخ هالفخدة لهالبنات؟ اخي اذا جبت لي ذبيحة بدك تبخش لي بدني ان شاء الله؟ بكرة بس اجوا الذهبات باذن الله بعطيك حقه وبخلص منك. ايه انا ما صدقت خلصت من ام نجيب، تطلع لي انت التاني؟